خضراء تبارك الله. الزيتون باقي خضر، نحن الزيتون مازال خضر. شو هو كيعطي هذا اللون هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبما أننا في موسم الزيتون، يلا هو تمشيوا معايا عند السيد اللي كان ناخد من عنده الزيت كل سنة. وقبل من ذلك نشارك معكم طريق من أجدال إلى فيرمة شرايبي حيث يتواجد أنفاس معها. نبدأ على بركة الله. حنا أجدال ينتبهوا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، بقوا معايا حتى الاخير باش تعرفوا ثمن الزيت هاد السنه. غير خدوها من عنده الا كنتو فاس او الا كنتو خارج فاس، راه كاين الرقم ديالو ممكن تسكرينيوه وتتصلوا به كيوصل اي مكان. الزيت ديالو مضمونه 100%. غير خدوها، اكيد غادي تعجبكم. كيعصرها بطريقه تقليديه بالحجره، جيده جدا. كناخذها كل سنه وما كناخذ حتى شي واحد من عنده، السيد ريفي ديالنا. كونوا اكيدين راها 100%. ما تخافوش لا تكون مخلطة أو مغشوشة. من شحال وحنا كنتعاملوا معه دائما، الزيت عنده ممتازة وجودة عالية لا يعلى عليها. والآن رحنا دابا في جهة لافياط. احنا قربنا للخصة وأمامنا بارسيلو. غادي نختصروا الطريق ونمشيو على شارع الشفشاوني ديال خصة لافياط. مسجد تونس. راه أنفاس مع شرايبي فيرما كبيرة تبارك الله. شرايبي معروف في مدينة فاس. هذا هو المحل ديالو. كيدير حتى الدجاج البلدي. شحال الدجاج البلدي؟ ١٢٥٠ الكيلو. هيا تبارك الله الزيت عنده.
دابا هادي مطحونة بالحجرة ياك اخويا. خضرة تبارك الله، الزيتون باقي خضر، طحنو الزيتون مازال خضر، واش هو كيعطي هاد اللون هاد؟ 16%. تبارك الله راه مزيانة. دابا هادي حسن من الماكينة ياك اخويا. هادي مطحونة تقليدية بالحجرة. ديال الماكينة كيمشي لها الجهد داك الساع. دابا ديال الماكينة كيمشي لها الجهد في البلاصة. سبحان الله، ما كاينش من الحاجة ما احسن من الحاجة التقليدية. تبارك الله اللون ديالها خضار. بعدا دايرين اينوكس. لا هي فاش تكون كتر ما لقيت ما نقول، كي كان حسن هنا كنهضر. عليكم السلام. سلام. كنت كنتمنى نلقى السياد ويهضر لكم على الطريقه اللي كي يطحن بها الزيت، ويهضر لكم على الاثمنه، ولكن لقيت السيد اللي كي يساعده فقط. المهم راه دايره 80 درهم في هذا الوقت، تقدر تزيد كما انها تقدر تنقص، وعلى حسب الاماكن كل واحد باش كيبيع. كنتمنى يعجبكم الفيديو، يعجبكم بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.